فاكرين الممثل اسمه خالد ابو النجا اللي عامل فيها زي بيتكلم سياسه دلوقتي؟ ما هو اهو ده صورته، ده حاططها على صفحته وصورته. ما هو ده 2015، ده خالد ابو النجا، ده احد المثليين، ما هو معروف هذا الكلام اهو، ده بيتكلم في السياسه. انا كيف استمع لواحد شاذ، ما هو شاذ جنسيا يعني شاذ فكريا، يتكلم في السياسه ويدي وينظر ويتكلم؟ انا عايز افهم. ما هو خالد ابو النجا دوت كان واقف في ميدان التحرير وبينظر، بينظر عايز الحريه، عايز الدنيا تبقى مفتوحه. خالد زبال زفت ده اللي اتقال، والاشتراكيين الثوريين والناس دي اعداء المجتمع. والله العظيم اخشى على هذا المجتمع، اخشى على ابنائه، اخشى على بناته، اخشى على قيمه، اخشى على مبادئه، اخشى على اخلاقياته من هذه الحساله الموجوده. ويشترك ده تنظيم، ده انا نفسي ناس تلعب سياسه، انا عايز احزاب معارضه. انا بقول فين احزاب المعارضه؟ احنا محتاجين احزاب معارضه راقيه، محتاجين احزاب معارضه وطنيه، محتاجين ناس تشتغل، محتاجين ناس تطلع تقول بيانات. عايز فين 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 الاحزاب الموجوده تجاه هذه القضايا؟ يطلع يقول لي بقى، وانا والاعلام بيحتفي بمثل هذه العاهات الفكريه الموجوده والعاهات الاخلاقيه الموجوده. احنا متراجعين. الرئيس 100 مره يقول احنا متاخرين، واحنا فقراء، واحنا الاعلام عايزين اعلام رشيد، والناس تضحك في بلاها. هو الرئيس بيقول ايوه، ما هو ده اللي حصل قدامنا، ده قيم المجتمع، دي اخلاقيات المجتمع. انا تاني بقول احنا علينا ان نعيد ضبط البوصله الوطنيه في اختيار الموضوعات اللي بنتناقش فيها في الاعلام. الاعلام بتاعنا انا مندهش. هتستفيد ايه؟ او انا هستفيد ايه لو انا جبت واتعمل فرقعه واتقال وكل الناس دي فضيحه؟ يا اخي هتعمل ايه قدام ربنا، قدام عيالك، قدام نفسك؟ يا اخي بص لنفسك في المرايه، هاملت، هتبص، هتف على نفسك في المرايه، هتبصق على نفسك في المرايه، قطعا لن تحترم نفسك.